أهلا بيكم. هل اللون الأخضر رمز للشر؟ هل ينفع ألبس حد من القديسين أو العذراء مثلا لون أخضر؟ طب لو اللون الأخضر رمز للشر ده ليه؟ وإيه السبب؟ وإيه التأكيد اللي عندي من الكتاب المقدس أو من التاريخ إن اللون الأخضر فعلا رمز للشر؟ ده اللي هنعرفه داخل الفيديو. أهلا بيكم. علشان نعرف ليه اللون الأخضر اتوصم برمز إنه رمز للشر، تعالوا الأول نقرأ في سفر الرؤيا كده في الترجمة العربية في إصحاح 6 آية 8: فنظرت إذ فرس أخضر وجلس عليه اسمه الموت والهوية تتبعه، وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. يبقى هنا فرس الموت اترمز له باللون الأخضر. بس لو جينا للترجمة الإنجليزية والفرنسية والقبطية هنلاقي ترجمة مختلفة شوية، أو نقدر نقول إن هي أكثر تحديدا، لأن اللون الأخضر ده كده اللون الأخضر جواه، إحنا كفنانين عارفين طبعا إن اللون الأخضر نفسه جواه درجات كتيرة جدا. تعالوا نشوف كده في الترجمة الإنجليزية بيقول إيه: And I looked and behold a pale horse. ما تذكرش جرين. في الفرنسية: Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle. ما ذكرتش كلمة فيرت. يبقى pale أو بل، إيه المقصود بيها؟ لما نيجي نشوف الترجمة، pale أو بل معناها كلمة باهت، سواء في الترجمة الإنجليزية أو في الترجمة الفرنسية. طب اللون الباهت ده شكله ايه؟ لما نجيب الاكواد بتاعت الاكواد العالميه للالوان او الباليت العالميه للالوان بالاكواد بتاعتها، هنلاقي ان البيل جرين ده الدرجه بتاعته هو خليط من اللون الاخضر مع الاصفر. تمام. طيب احنا عارفين طبعا ان الفن القبطي استمد رموزه من الفن المصري القديم، وبالتالي من ضمن الرموز الألوان. طيب هل اللون الأخضر عند المصري القديم رمز للشر؟ لا، ده اللي اكتشفناه مع البحث. هنلاقي إن المصري القديم اللون الأخضر أو كل الألوان عامة لها معنى ومغزى، تمام؟ وكل الألوان ارتبطت برمزيات معينة دينية. بالنسبة للون الأخضر هنلاقي إن اسمه وادج، وده معنى ده مرادف او معنى الخصوبه والنماء واعاده الحياه من جديد او التجديد. تمام. ونلاقي ان هو بيرمز للخضره والنبات، وبيرمز للشباب والصحه الجيده والاحياء والتجدد. وكمان بيصور الاله اوزوريس دايما باللون اخضر زي ما احنا شايفين كده. الباحث الاثري بسام الشماع بيقول ان الفن الفرعوني او الفن المصري القديم رمز للارض والعطاء باللونين الاسود والاخضر. تمام. واللون الأخضر بيرمز للمياه، وصمم تمثال الملك أحمس نفرتيري باللون الأسود رمز الأرض والعطاء. يبقى هنلاقي إن اللون الأخضر، الخلاصة من الجزء اللي احنا قلناه ده، إن اللون الأخضر عند المصري القديم بيرمز للحياة والتجدد والشباب، وحتى بيلون وجه وإيدين الإله أوزوريس دايما باللون الأخضر. يبقى كده ما هوش معنى للشر، وبالتالي الفن القبطي ما أخدش الفكرة ديت من عند المصري القديم. تمام. يبقى اللون الأخضر ما هوش رمز للشر عند المصري القديم. طيب أمال إمتى بدأنا نعرف إن اللون الأخضر ده رمز للشر؟ الحقيقة إن هو ده جالنا من ثقافات شعوب أخرى، مش من ثقافتنا إحنا كمصريين. فنلاقي في العصور الوسطى ان اللون الاخضر ده كان بيمثل الشر او الكائنات الشيطانيه زي التنين مثلا. وفي الستينات في الولايات المتحده كان اللون الاخضر بيرتدوه يوم الخميس، وبيعتبر رمز للشذوذ زي دلوقتي مثلا بقوا بيستخدموا قوس قزح رمز للشذوذ او المثليه الجنسيه. زمان بقى كانوا ايام الستينات كانوا بيرمز اللون الاخضر للفكره دي. كمان الدهان الأخضر بيرمز لتعاطي المخدرات، ده أيام ده في الولايات المتحدة وأوروبا. في علم الطب بيرمز اللون الأخضر للجراحة، وبنشوف طبعا الدكاترة بيلبسوه في غرف العمليات ولون ملابس الجراحين وأطقم المعاونين في الجراحة.
فاهم. النفس اللون الأخضر مرتبط كمان بمشاعر الحسد في بعض الثقافات. في الفنون اللون الأخضر دايما بيستخدم في رسوم الكاريكاتير للتعبير عن المرض. كمان اللون الأخضر في برضو الرسوم الكاريكاتيرية أو بعض الرسوم بيبقى مرتبط بتصوير الكائنات الفضائية أو المخلوقات الغريبة. يبقى دي كلها ثقافات غريبة عننا، تمام، هي اللي في فكرها إن اللون الأخضر ده رمز للشر أو رمز لحاجات غريبة، إذا كانت فضائية أو في بعض الثقافات مثلا بيرمز للحسد، تمام، أو بيفكرنا بالمرض عشان الجراحين بيبقوا لابسين اللون الأخضر، تمام. طيب تعال نشوف بقى في الكتب رمزية اللون الأخضر في الفن القبطي القديم والمعاصر ورأي بعض المفسرين في تفسير الآية بتاعت فرس الموت. هنلاقي في كتاب الرموز في الكتاب المقدس لأبونا أنطونيوس فكري بيقول إن الأخضر هو رمز للحياة، لكن الفرس الرابع الأخضر اللي في سفر الرؤيا ترجمة اللون الأخضر بتاعه هو اللون الأخضر الضارب للسفرة، تمام. في كتاب الكنيسة مبناه معناها للراهب أثناسيوس دار نوبار في طبعة 2004 بيقول إيه؟ إن اللون الأزرق والأخضر بيرمزوا للطبيعة البشرية، فلو صورت أيقونة العذراء ترتدي قميص أزرق أو أخضر وتتشح بمعطف أحمر ده رمز لطبيعتها البشرية اللي اتشحت بكرامة ابنها، تمام. يبقى هنا اللون الأخضر ما هوش رمز للشر، بالعكس ده رمز للطبيعة البشرية اللي أخدت كرامة، تمام. طيب في كتاب الأيقونة لكاتب الأيقونة جرجس سمير بيقول إيه؟ إن الأخضر بيمثل الشر، لكن لما نيجي نرجع للحاشية اللي تحت في الكتاب بيقول إيه؟ الترجمة الأكثر دقة لكلمة أخضر في هذا النص هي باهت أو شاحب زي لون ورق الشجر لما يذبل ويسقط على الأرض. عشان كده اللون الأخضر بيرمز للأشرار وإضافة اللون الأصفر وليس الأبيض. يعني اللي يقصده أستاذ جرجس هنا إن الأخضر الباهت أو الشاحب اللي هو عبارة عن إضافة لون أخضر مع لون أصفر ده اللي ممكن نستخدمه لرسم الأشرار في الأيقونات، إنما الأخضر اللي بيضاف لي أبيض في التفتيح ده ممكن نلبسه للقديسين والعذراء مثلا، تمام، لأنه بيبقى بيرمز للتجدد. إنما الباهت المضاف إليه لون أصفر زي لون ورق الشجر اللي بيذبل الميت، تمام، وده اللي كان مقصود بيه في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا عن فرس الموت ذابل وميت، تمام. هنلاقي كمان في مقال الرموز في الأيقونات لأرشمندريت من بند ليمون فرح بيقول إن الأخضر بيرمز للتجديد والطبيعة البشرية. هنلاقي برضو في كتب أجنبية بقى زي مثلا Our Christian Symbol بيقول إن اللون الأخضر Color of Nature ورمز الأمل، أو هو ده لون الطبيعة ورمز الأمل. كوبتك تشيرش سيمبوليزم اند ايكونوغرافي بيقول ايه؟ ان اللون الاخضر بيرمز للامل برضو. هنلاقي معظم الكتب بتكرر نفس الفكره ان اللون الاخضر ما هوش رمز للشر النهائي، انما هو رمز للتجدد والطبيعه. فنلاقي برضو في كتاب سيني اند سيمبول ان كريستيان ارت بيقول ايه؟ ان اللون الاخضر هو لون النبات والربيع وبيرمز لانتصار الربيع على الشتاء وانتصار على الموت، وهو مزيج من الأصفر والأزرق، كمان بيشير لتجديد الروح من خلال الأعمال الصالحة، وبيشير للون المية. وقديس يوحنا الإنجيلي ساعات بيلبس عباية خضراء، ولون الأخضر هو لون موسم عيد الغطاس وبيمثل زيارة المجوس، تمام. تعالوا نشوف كمان رأي باقي الكتب. عندنا برضو A Handbook of Symbol in Christian Art بيقول إيه؟ إن اللون الأخضر رمز الأمل والتجدد والخصوبة، وزي ما الربيع بيتبع موت الشتاء كذلك برضو الحياة بتنتصر على الموت، وهو لون النصر زي النخيل والغار. هنشوف برضو في كتاب Dictionary of Christian Art بيقول إن اللون الأخضر هو رمز الخصوبة والتجدد زي لون النبات،
كمان بيقول انه نفس الفكرة، ان هو مزيج من الاصفر والازرق ورمز التجديد، كمان ان هو اللون الاخضر زي غصن النخيل وجليد الغار بيرمز للانتصار، كمان مرتبط بالثقافات اليونانية والرومانية. طبعا في الثقافة اليونانية والرومانية كانوا بيستقبلوا الأباطرة بالأغصان النخيل وإكليل الغار، فكان بيرمز للانتصار. في الفن المسيحي كمان يوحنا المعمدان بيلبس عباية خضراء على قميص الشعر، وده إشارة للمعمودية كبداية روحية ووعد بالحياة الجديدة من خلال وعود السيد المسيح. هنلاقي كمان في Secret Symbol in Art بيقول إن الأخضر والزمرد لون الطبيعة، لون الربيع، بيرمز للنصر والأمل والأمل في الخلود. دي كتابات كتير اتذكرت، وفي غيرها طبعا عن رمزية اللون الأخضر. ده بيأكد لنا إن اللون الأخضر ما هوش رمز للشر، إنما درجة معينة اللي هي مخلوطة بالأصفر أو اللون الأخضر الباهت هي رمز الشر، إنما الأخضر لون الطبيعة ولون الخضرة ده رمز للخير والتجدد والحياة. البحث ده هتلاقوه منشور على موقع أكاديميا، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف اللي بيشوفني على اليوتيوب، وبالنسبة اللي بيشوفني على الفيسبوك أو كواي أو الانستجرام هسيبه في أول تعليق. وأشوفكم على خير في موضوع جديد. باي باي.